موضوع الفن الشعبي وهمومه وأوجاعه، وكمان عايزين نعرف هي الحكاية بتنتهي عند الكلمة المسفة واللحن المسف، ولا الفن الشعبي لرجالته اللي تحافظ عليه وتفضل سند ليه وتقول بكل قوة مش هنغني ولا عايزين نتشهر ولا عايزين ندغدغ العالم إلا بالكلمة الجيدة واللحن الجيد. عشان كده بيشرفني يكون معايا نجم من نجوم الاغنيه الشعبيه صوت الجبل الفنان محمد رجب. اهلا بيك. ايه الجمال ده حبيبي؟ حبيب قلبي. شفتني في الكليب؟ جميل. هاي. انت اللي شفتني في الكليب؟ شفتك. يا محمد، نورك يا استاذ محمد. عايز اقول لك يعني انت من الاصوات اللي بشوف من وجهه نظري انت عندك استعداد تفضل مستخبي وتعمل بيات شتوي وبيات صيفي وبيات عند الجيران، المهم ما تطلعش تقول اي كلمه أكيد. غير لائقه، ولا تقول لحن غير لائق، يكشي يا رب تقعد مليون سنه. اكيد. ليه بقى؟ ما هو عشان احنا عاملين حاجات حلوه من زمان كمان عايشين عليها يعني. ما هو ممكن كل يوم انزل حاجه، اي حاجه تيجي في سكتي، في معدوله انزل، معدوله انزل، معدوله انزل، معدوله، لكن ما بتركز في مكانك يعني. انا مثلا الخطيه دي 10 سنين هي اسمها كان بيضايقني، استديت ان الموضوع فيه فكره وفيه نصيحه بقالها مثلا 10 سنين لغايه اول امبارح في اوردر تتطلب منك محمد رجب بتاع الخطيه. الناس حافظه اغانيك، انت معروف، دي حاجه حلوه، ما تنسيتش بسرعه. ياما ناس طلعت بسرعه واتنست بسرعه جدا، فمش مستعجل على الشهره الزياده. بس 10 سنين وفي الاخر يا خطيه فقط، ده مش رصيد. لا ما فيش الكلام ده. ليه؟ مش بايدي، غصب عني. ما دي كده اتنين في 10 سنين. لا في تاني كتير اللي كانوا تلاميذنا عايشين نعافر في حاجات. ما هو انت بتقدم فن، ما هو انت بتقدم فن، فعشان كده بتاخر شويه نوصل للناس، وده ان الناس خدت على ديب ورزه وده. لكن انت تقدر تعمل كل يوم اغنيه وكل يوم كليب وتنزل كل يوم على شاشات التلفزيون وتقدر. ده اسهل من الكلام ده، ما فيش الاغاني اللي يعني. تقدر. جميل قوي نعمل كده، بس لا انا اصبر لغايه ما اعمل حاجه انزل بيها برضو محمد رجب اخيرا. طيب. يا شده شدي. طيب خليني اقول للساده المشاهدين اللي بيشوفونا في كل مكان، معلش عشان احنا يعني خدناهم كده، اشرح لهم احنا ليه كده او احنا ليه بنعمل الفقره دي. اي حد اتصل بيا النهارده او عنده مشكله النهارده او بعت لي مشكلته النهارده، انا مش هسيبها وبشتغل على حلها. وزي ما قلنا برنامجنا مدته طويله جدا، فاحنا مشكله الناس او مشاكل الناس باخدها في الجزء الاول، ومشاكل الفن باخدها في الجزء الثاني. بشوف ان مشاكل الفن ما تقلش اهميه عن مشاكل المواطن، لان في الاخر انا عندي جيل بيسمع كلام مش لطيف، عندي جيل واخد على مزيكا معينه غير لائقه، وانا طالما عندي نجوم بجد واصوات بجد، ايه مشكله ان انا اجي واقول لكل الناس نسمع؟ طب نعرف الناس ان في مطرب، ادي الحق الادبي لكل مطرب محترم. يعني ايه؟ يعني لما محمد رجب يقول انا بحترم فني، ويقول انا مش هغني اي كلمه مسفه عشان الناس اللي الجيل اللي طالع انا ما اذيش ودنه، ما يستاهلش مني ان انا اقول له شكرا؟ ما يستاهلش مني ان انا اقول له تعالى نورنا وسمعنا وسلطنا؟ ما يستاهلش. الناس اللي طلبتني وقالت لي عندهم مشاكل 16 اسره انا هكلم رئيس الحي، الناس اللي كلمتني عندهم مشاكل في المايه او الصرف او في التموين او في اي مشكله في الدنيا انا هشتغل على ده من بكره الصبح ما تقلقوش، واللي عنده اي مشكله يقدر على صفحتي برنامج بكل جراءه على الفيسبوك، ادخل اكتب مشكلتك وان شاء الله نتابعها على طول اول باول. محمد رجب، الناس سمعت صوتك في اغنيه مش بايدي، وساعات بيظنوا ان يعني ده الاستيريو والاوتوتيون اللي بيحطوه اللي بيغير الصوت. ما تسمعني مثلا اغنيه كده نقول للناس انا محمد رجب، وتعرفهم ان محمد رجب صوت عظيم جدا، فسمعنا اغنيه مثلا ايه كتبت لك، ولا تحب تختار حاجه تانية؟ انت اختار لنا. طيب المره اللي فاتت حبوا امرنا جدا. طب نقول امر. حتى مشيت من هنا كل الناس كلمتني يا قمرنا يا قمرنا، غني طب قول لنا الاثنين، قول لنا يا قمرنا وكتبت لك الاثنين في بعض كده. انا هقعد كده ثلاث دقائق نسمع معاكم محمد رجب، وقبل كمان ما محمد رجب يغني ببعت تحيه للاستاذ غندي ومدام ساميه بمناسبه عيد الزواج السعيد، يا رب يتم بألف مليون خير ويبقوا مليون سنه دايما فرح وهنا، اللهم امين. يلا. كتبت لك غنوالك تفكرك بموعدك، كتبت لك زي الليلادي في يوم ميلادي غنولك تفكرك بموعدك، كتبت لك غنولك
تفكرك بموعدك، كتبت لك زي الليلادي في يوم ميلادي غنوه لك. تفكرك بموعدك يا قمرنا، يا قمرنا، يا قمرنا، ضوي فوق شجرنا، ضوي ضوي يا قمرنا، يا قمرنا، يا قمرنا، يا قمرنا، ضوي فوق شجرنا، ضوي ضوي يا قمرنا. خلي الحب وردي، خلي الدنيا وردي، وردي يا قمرنا، دمك ما يقابلنا في سكة سفرنا، كله راح يعدي، البسمة تعدي والفرحة تعدي، واللي هيفضل ليا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا، حبايب حبايب، والحب فينا دايب دايب يا حبيبي، وبكره يا حبيبي. احسنت 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 احسنت. لا حلوه، انت اداء، صوت، ما شاء الله عليك. الاحساس الحلو بيعيش مع الناس، اهم حاجه انك تكون حساس باللي انت بتعمله، مش اللي هو انا بغني وخلاص، او مش مستعجل على فكره على الشهره البوم قوي. خلي بالك هتيجي هتيجي هتيجي. ايه اللي مديك الاحساس ان هي يا حول ربنا قال ايه؟ لكل مجتهد نصيب. فاحنا من زمان، احنا ناس كتير جدا عارفانا، وناس كتير اقول لك على حاجه، يمكن في المحافظات بتاع جميع اكتر من القاهره كمان، احنا ناس كتير عارفانا، وناس كتير عارفه اسمنا، واسمنا عايش مع الناس. هنادي محمد رجب، الخاطئ محمد رجب، الكيف محمد رجب، محمد رجب يعني اللي هو حد في وسط الناس، بسيط، عايش في وسطهم، عارف. لما الشهره البوم دي ممكن تيجي بسرعه وتروح بسرعه، انا واثق بكده. هو ربنا هيديها لي في الوقت اللي هو شايف فيه ان هو ده الوقت فعلا ان انا هاخدها فيه. محمد رجب لما تقول لي الخطيه وتقول لي الكيف، ودائما وابدا بشوف ان الاسم ده او المصطلح ده لما يطلق على اغنيه، وكانك يعني بتحط او بتشد المشاهد او المستمع باسم اغنيه ليه علاقة بحالة كده معينة، بشوفها حالة سلبية. يعني ليه ما نسميش الأسماء بحاجة، الستات مثلا أسماء الأغاني بحاجة تانية مثلا؟ ما هو يعني الخطية ليه ما سميتهاش أغنية الخيانة؟ لا ما هي مش خيانة، هو أصلا الأغنية دي قصة فيلم شباب امرأة، تحية كاريوكا وشكر سرحان، هي كانت كده. مين اللي كتبها؟ سامح تيتو. اه فكان هو كان بيتفرج على الفيلم وكده، فجات معاه ان هو يكتب. شكر سرحان كان جاي من البلد وكان جاي يدرس، وفعلا فهو عمل نصيحة. يعني هو لما الفيلم اتعمل اتسمى شباب امرأة، الناس لما بتشوف شباب امرأة ولا بتشوف اللي هي بتعمله؟ بتشوف اللي هي بتعمله. بتشوف اللي هي بتعمله. ايوه يعني هو اصلا الفيلم اتعمل واتفرجوا على الناس كتير. احنا لما جينا غنينا الاغنية هي كانت كده، بنعرف الناس حتى ان كان ايه الدروس المستفاده من اللي انت عملته في الاغنيه؟ يعني ايه الدرس اللي انا كمستمع استفدته لما اسمع اغنيه واحده والشيطان لعب بيها وخدت اللي هو مثلا ايه؟ ان في نماذج كتير زي شكر سرحان، شباب مجتهد جدا جاي من البلد، سايب اهله وسايب امه وسايب ابوه، نفسه يبقى حاجه، نفسه يخش الجامعه، بتيجي واحده زي كده بتنسيه الجامعه وتنسيه اهله وتنسيه كل الحياه. نسيته كل حاجة، نسيته كل حاجة، وكمان صحته راحت.
ولما صحته راحت رمته، يعني يا ريت كمان خليته معاها، لا ده رمته، وكان في قبله وكان في قبله وكان في قبله. فاحنا لما النصيحه بنقول النصيحه، لا انت جاي تدرس، جاي بلد، جاي تكمل تعليمك، ما تخليش اي واحده تاخرك عن تعليمك، ما تخليش اي موضوع ياخرك عن حلمك، عن نجاحاتك، عن موضوعك. كيف كذلك انا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقسوم، جاني الشيطان لف عليا غرقني وانا ما اعرفش اهو. احنا بنحرص الناس من الشيطان، ما يلعبش بدماغك، ما ي... لا صلي، لا صوم. حتى يعني هتلاقيني كل موضوع قايل فيه نصيحه، بس ان الناس تفهمها ازاي. لو حابين ان اشرحهم زي ما احنا بنتكلم كده انا بشرح لك اهو. يعني انت ليه الخاطئ؟ مفيش اغنيه يا محمد بتستعر منها وتشوف ان لا أنا على فكره التسجيلات بتاعتها كنا عاملينها يعني ببلاش خالص، ويمكن الاغاني اللي بنصرف عليها الوفات ما عملتش نجاحات زي الاغاني اللي احنا ما بنستعرش منها خالص على فكره خالص. بتشوف لو مطرب عنده اغنيه فيها اسفاف وفجاه اتشهرت وعملت ملايين المشاهدات، ده ما بيعملكش احباط؟ ما بتحسش ان يعني يا جماعه طب انتوا عايزين نسيف اطلع اقول اي قله ادب في الدنيا عشان انجح؟ ما بتفكرش بالطريقه دي؟ لا بيخليك اجتهد اكتر، حتى في اللايف في الفرح اشتغل اكتر. ما دي مثاليه زياده يا محمد، اغني اكتر. طب اصلك انت هتعمل ايه؟ اصل انت دلوقتي اتشنكت واتضايقت ان اغنيه مثلا مش هنقول اسامي تيري ريري اي حاجات من الحاجات دي. مش خايف اقول واحد طيب جدا من الغربيه منصوره اسمه احمد، اسمه احمد الديب باين، اسمه احمد ايه مش فاكر، اسمه احمد ايه، احمد الديب. فهو طلع في فرح وتيري ريري 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 والعريزك 6 مليون مشاهده مثلا 10، عارف اللي الناس هتعمل انت ايه؟ انت هتعمل ايه؟ ما حاجه ملهاش اي علاقه بالفن. محمد رجب يقصد يقول ان يعني هو بعيدا عن احمد الديب اتصرف ازاي، او هو ليه عمل كده، هو احمد مش ذنبه حاجه، او مين استغله في الاطار ده، بس بيقول يعني 6 مليون مشاهده على حاجه مسموعه، بعيدا عن مين اللي قالها، بعيدا عن مين اللي قالها وقالها ليه وقالها ازاي، 6 مليون مشاهده في حاجه ما غير مفيده للمستمع قصده يعني. طب عندي سؤال تاني يا رجب، لو احنا في يوم من الايام عرضنا عليك كلمه شبه تيري ري 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 دي وهنعمل لك 10 12 مليون مشاهد، او اجيب لك راقصه استعراضيه لابسه لبس عريان شويتين واعمل لك 12 15 مليون مشاهد، وانت كرجب هتغني الاغاني اللي انت بتحبها، الاغاني اللي بس في راقصه فيها شويه عريه، توافق؟ ما هو انا شايف ان ده اللي ماشي هتعمله يعني باذن الله، بس تيري ري لا. لا بس هتحط العريه في اغانيك باذن الله. مش هي يعني انت عايز راقصه تلبس ايه؟ حجاب؟ لا هو لا كده لا كده، ما هو لا كده لا يعني ما فيش حاجه اسمها في النص. هو انا لا اما اغني اطلال واقول ان انا بغني شعبي على طريقه على طريقه الاطلال، أنا بس ولا اطلع اقول تيري ري لا انا هصور كليب بالفرح. طبيعي جدا ان الفرح يكون فيه لابسه ايه بقى الراقصه؟ لابسه بدله رقص اللي هي شكلها ايه؟ ما معرفش بقى اللي هي شكلها ايه دي. كويس، التيشيرت اللي حضرتك لابسه ده بكم ينفع انا البس بقى واحد بكت وده اسمه تيشيرت وده اسمه تيشيرت، هل يا ترى يا صحه تطلع علينا وانت لابس كت في البرنامج؟ لا ما ينفعش. هو كده الراقصه الاستعراضيه اللي لابسه عريان قوي دي، ما هي انت لو دورت بقى على الراقصه الاستعراضيه هتلاقي ان في كل العالم مفيش اغنيه اتعملت نجحت غير لما يكون فيها. ايوه في راقصه استعراضيه لابسه كويس، يعني عزيزه بتلبس كويس جدا جدا، صوفيا بتلبس كويس جدا، انستازيا بتلبس كويس جدا. خلاص احنا نشوف حد يلبس كويس في الكليب الجديد. انت بتاخدني على قد والله ما بهزر بجد، ليه هنشوف هنتكلم في حكايه اللبس دي؟ اذا انت ناوي تحط رقصه؟ ما انا بتكلم معاك بصراحه، انا مجهز الموضوع ان انا هيتصور في فرح الاغنيه الجديده. طب انت حاطط بذمتك كده حاطط الرقاصه في الفرح عشان هو اسمه فرح فلازم يبقى فيه رقاصه؟ ولا حضرتك حاطط الرقاصه عشان نجيب بيها شويه مشاهدات؟ احنا عمرنا ما عملنا كليب في رقاصه على فكره. طب هنعمل بقى. بس هنعمل كده عشان هو ده فرح، مش عشان تجيب لنا لا لا عشان هو فرح وفي عريس وفي عروسه وفي مطرب وفي رقاصه وفي فرقه وفي معازيم وفي هو الفرح كده من زمان، من زمن الزمن معروف ان الفرح ممكن ده كانوا حتى زمان في الافلام بتاع زمان بيعملوا الافراح في البيوت ويجيبوا الرقاصه عادي في البيت وتزف العريس والعروسه مش عشان المشاهدات؟ لا والله لا خالص، كنت حتى عملت كنت جبت كان في مهرجان كنت عامله انا والدخلاويه كنا جبنا فيه رقصات، ما هو ده حتى مهرجان يعني ينفع حتى اللي هو كنا جبنا فيه رقصات، لا كنا جايبين بنات دانسر حلو بترقص حلو معانا ولابسه لبس. عامة بما انك ضيفي وانا عارف عنك انك انت بتحترم فنك جدا، انا متاكد ان الراقصه اللي هتيجي هتبقى راقصه بتقدم استعراض مش بتقدم عري، وانت نجاحك وقوتك اللي انت عارفها بتاكد لي وبتاكد لنفسك ان انا هنجح واعمل مشاهدات مش عشان في رقاصه، لا انا هنجح واعمل مشاهدات عشان انا بقدم اغاني محترمه. يبقى انا سنتين ما نزلناش حاجه خلي بالك، ولسه منزل اغنيه اسمها ايه؟ يا شده شده علينا بالزياده، بقى سنتين ما نزلتش ليه؟ عشان
مش عايز ابقى شبه حد، شبه كله. لا انا اصبر شويه بس اعمل حاجات. يا شده شدي بزياده. دي اغنيتك الجديده. دي بقى لها قد ايه؟ مفيش، احنا لسه مسجلينها وحتى لسه هنصورها. وانا يعني هي ليه احنا نزلناها بقى لها 5 ايام. طب ممكن تبقى حصر البرنامج بكل جراءه، اسمعها منك كده. مايكك في ايدك وتقول سلاحك في ايدك. وليه يا شده شدي بزياده قبل ما تغنيها لنا؟ يعني انت حاسس بمعاناه معينه؟ بص، هو شده شده علينا بزياده ده كان في دايما على الفيسبوك، عشان انا بتكلم معاك احنا بكل جراءه وبكل صراحه برضه. الكلمه عجبتني لان انا في نفسي انا من الناس، ما هو انا واحد من الناس، انا عديت على شده، فما لقيتش حد خالص يعني. لقيت كام واحد كده يتعدوا على الصوابع والباقي كله ما فيش خالص. طب كويس ان لقيت لك كام واحد، في ناس ما بتلاقيش. الحمد لله يا بختك. ما عشان ابن حلال برضه لازم الاقي حد. يعني قصدك ايه اللي ما بيلاقيش حد ده عنده مشكله ولا ايه؟ مش عنده مشكله، بس صدقني اللي عمل خير في حياته لازم يقعد له، واللي عمل شر هيقعد له برضه. انت دام في يوم من الايام مراضي امك ومراضي ابوك وبتعامل الناس ما يرضي الله وما بتجيش على واحد غلبان، يجي واحد غلبان يجي يتصور معاك تزقه ولا تزعله؟ لا ده انا اللي بنزل له وانا اللي اروح له. لو خلي بالك من هنا من البرنامج ده اقول لك، لو بقيت برضه نجم العالم هفضل زي ما انا كده. ما هم اللي اتغيروا كانوا بيقولوا كده في الاول. لا ما هو انا الكلام اتحسب عليه، خلي بالك. بقول لك هم اللي اتغيروا. لو هتغير كنت اتغير. هو انا دلوقتي انا بغني بقالي فتره. انت بتسالني عن الناس اللي طلعوا؟ الناس اللي طلعوا كانوا بيتصرفوا زيك كده. لا ما كل واحد ليه طبعه، معلش. في انا الناس بالناس، انا عندي مبدا الناس بالناس. لو انا بقيت نجم والناس بتكرهني، ايه فايدتي بان الجمهور يعمل بيها ايه؟ ايه فرحتي بيها؟ شده شده بزياده. يا شده شده. يلا بينا. لا 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 ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل. يكفينا الشرك يا ندالة من اللي عاملين رجالة. يا شدة شد علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة. يكفينا الشرك يا ندالة من اللي عاملين رجالة. يكفينا الشرك يا ندالة من اللي عاملين رجالة. يا شدة شدي علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة. يا شدة شدي يا شدة شدي علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة. رقبتنا سدادة الكدابين حواليا ما تعديش ونصهم في الزنقة ما يسدش يشوفوا رقمي ما يردوش كأني وجعي ما بيهمش يشوفوا رقمي ما يردوش وكأني وجعي ما بيهمش. يا شدة شدي يا شدة شدي علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة. رقبتنا سدادة غلطة حياتي إن أنا على نياتي كنت بقول عليهم دول صحابي واخواتي. كان نفسي عليا يطبطبوا مش في وجعي يضربوا. اللي خيري كان عليهم دلوقتي مني بيغربوا. يا شدة شدي يا شدة شدي علينا بزيادة عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سدادة. حلوة طبعا، حلوة طبعا. وبشوف يا شدة شدي علينا بزيادة. بس خليني اقول لك انا برضو ضد ان لو جملة عاملة كوميكس او مشهورة على الفيسبوك تبقى هي مدخل لاغنية. ليه؟ يعني بشوف انها تبقى مستهلكة. لو انت حسيت
ما هي مستهلكه كلام غير مستهلكه غنى. ما انت ممكن تقول وانت قاعد دلوقتي يا شده شده علينا بالذات، غير ما انا هقول يا شده شدي علينا بزياده عشان تفضح اللي قالوا رقبتنا سداده. صدقني ليها طعم غير ما اقول يا شده شدي بالزياده، غير لما انا اغنيها. بعدين انا غنيتها وخدتها لان انا فعلا وناس كتير زي اتوجعت، ناس كتير الشده فعلا بتبين الراجل. طيب فنانيننا محمود الليسي وسعد الصغير، وبشوف كمان نجوم شباب كتير جدا، احمد عامر وطارق الشيخ وفي مجموعه من الفنانين في كتير. هل يا ترى تفتكر ان مجموعه من الفنانين واخدين مساحه دلوقتي على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب وكمان في الافراح، وانت برضو مستني الاغنيه المحترمه اللي تليق بمحمد رجب، وفي ناس الخطوه بتاعتها بقت اسرع شويه، مش قلقك ده؟ احنا معروفين وبنتشاف كل، بس هما ممكن كل اوردر انزل اشتغل عمل بث مباشر حالا من المنوفيه، حالا من بورسعيد، حالا من كفر الشيخ، حالا من طنطا، حالا. بس هو احنا بنشتغل كويس الحمد لله وتمام واسمنا حلو، وسنتين ما نزلناش حاجه والناس فاكرانا وبييجوا يتصوروا معانا ووشنا معروف ومألوف للناس. دي في حد ان الناس ما تنساش اغنيتك من 10 سنين، دي حاجه تطمنك جدا على فكره ما تخوفكش. طبعا ان الناس من 10 سنين تقول لك محمد رجب يغني لنا خط، يغني لنا كيف، يغني لنا مثلا مش بايدي، يغني لنا في المزاد. الناس فاكره شغلك وفاكراك، هتقلق من ايه؟ طيب خليني اسالك سؤال يا رجب تاني، ما فكرتش تروح تخبط على شركات الانتاج تقول لهم اعملوا لي حاجه، انتجوا لي حاجه، صوروني في فيلم والنبي اعملوا لي كليب، وخصوصا ان في بعض قنوات الاغاني بينتجوا اغاني، هل يا ترى انت ما فكرتش تروح تتحايل شويه؟ انا فعلا مضيت معايا منتجه فعلا. لا مش بتحايل، معايا منتجه فعلا بتعمل لي شغلي. اسمها ايه المنتجه؟ ايوه مدام ايه. دي اول انتاج انت؟ اول انتاج اول انتاج هتعمله لي. طيب هل يا ترى السينما وعالم السينما ما فكرتش تدخل سينما؟ تروح للسبكي تقول له عايز اسمع. السبكي كان مشغل الخطيه في فيلم ساعه ونص في الميكروباص. ما رحتش ليه بقى؟ قلت له طب مش ما رحتش في. بص هو انت ادام نجحت في الشارع هتروح في كل حته. طيب في اغنيه اسمها حبيبتي شرطه مايله فراغ وهكتب ليه حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنه القلب وعارفه بقصتي وحالي. دي اغنيه اتقالت من ناس كتير، اتقالت من مصطفى حجاج واتقالت من صاحبها الاصلي استاذ علي الهلباوي صديقي واخويا حبيبنا. فانا عايز اسمعها منك. حد خلينا حد ولا نغني يا احمد؟ طيب نسمع حبيبتي شرطه مايله فراغ، واللي بيحب حد وعايز يقول له بحبك بجد يسمع الاغنيه دي ويشوف مشاعر الحب هتطلع من رجب للبعض او للبشر شكلها ايه. نسمع. حبيبتي حبيبتي شرطه مايله فراغ وهكتب ليه حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنه القلب عارفه بقصتي وحالي، ومن غيرك ومن غيرك في قلبي اكتب له مرسالي، ما عنتش بحسب الصفحة، ما عنتش بحسب الإقلام، ما عنتش بحسب اللي ضاع من الأوهام، كفاية إني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس وشاف حاله في بعدك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصاب. وياما ياما 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 في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني بحبك، بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك متدغى بكفة، ومش هقدر اجيبلك
ملياقوت كفة ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماك لفة كفاية اني بحبك موت وحب الناس ندامة وعار وحبي عكسه معفة. قلبي انت كنت عينيك فيها دموع. ما هو المشكلة ده كانت بتحصل معايا كتير دي. اشمعنى؟ مش عارف، هو الواحد لما بيقول حاجة من جواه بتحب رجب ولا ايه؟ بحب عيالي. ايوه بس عينيك اتملت دموع بجد. ما هو اصل الغنى ملوش علاقة انك بتحب او لا، هو الغنى دوت حاجة خارجة من جوه قلبك من جوه احساسك، فعشان كده واثق ان هيجي في يوم من الايام وهيجي كل اللي انت قلت عليه. طيب معايا اتصال تليفوني ناخده ونرجع نكمل مع رجب مصر. الو الو. ايوه الو. ايوه فندم اتفضل. خلي بالك ده نجم مصر محمود الليثي في المغفر اللي قدام الناس. محمد رجب ده نجم مصر. استاذ محمود الليثي انا بحب محمد رجب. ده مين؟ مين معايا؟ طب هتسأل الو حضرتك وقت التلفزيون بس عشان اعرف اكلمك. ماشي يا باشا، بس انا عاوز اكلمه بس اقول له حاجه بس. اتفضل انا معاك. هتشرف مين معايا؟ طيب السلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. محمد رياض نجم مصر عندنا في كافيه الشيخ، مشرف نفسه من غير اي كليبات على وضعه. ربنا يخليك. طب الصوت انت ما قلتش اسمك ايه؟ طيب بتاخدنا في دوكه ليه كده؟ ليه بس يا عم؟ انا عايز بس اكلمه بس. محمد رجب يعني نجم اذاعه التلفزيون والله. طب هو معاك اسم حضرتك ايه طيب؟ ما انا فتح يا باشا اهو محمد رجب. انا من كفر الشيخ في صلاح شقاوه. محمد رجب ده العالمي، ده العالمي عندنا والله. ربنا يخليك يا قلبي. انا بشكرك جدا. حبايبك في كفر الشيخ، خلي بالك كفر الشيخ دي لها، بص احنا لسه كنا هناك، جايين اول امبارح من هناك يعني يوم بعد يوم هناك. ناس حب الناس احسن من الشهره صدقني. ما هو حب الناس يعني شهره؟ تتهزر؟ لا بالعكس. ازاي يعني؟ يعني انا دلوقتي لو بطلت الشغلانه دي وبقيت شغال اي شغلانه ثانيه واكل منها عيش، الناس دي هتفضل تحبني. ليه؟ انا مش معترض. ليه بقى؟ الناس دي حبيتك وانت مطرب. ولو بطلت الشغلانه هيفضل يحب محمد ليه؟ عشان انا بروح اقدرهم. عمر في يوم اتاخرت عليهم، عمر في يوم ما بوظت شغلي، عمر في يوم ما اتنكت على حد، عمر في يوم ما ضايقت حد. مين ده لو جالك حد قال لك انا نفسي تجي لنا فرحنا ومعناش فلوس هتروح؟ والله العظيم اقسم بالله انا ما باخد جنيه في امبابه، اقسم بالله ما باخد جنيه بلدي، ولو فاضي بروح، مش فاضي رزق عيالي. صحيح. رزق بناتي، لكن لو اقسم بالله انا ما باخد جنيه في امبابه من اي حد غريب قريب ببلاش. انا عايز حد يطلع لك محمد رجب انا جبته بفلوس في امبابه. طب اهالينا في امبابه حد محمد رجب خد منكم فلوس في اي فرح؟ اتفضلوا قولوا لنا. نفسك انت تلاقي واحد قال لك خد مني فلوس. والله العظيم ما بياخد، والله ورب ساجده وحنين ما بياخد فلوس في امبابه. انت ومين تاني بتعملوا كده في امبابه؟ والله الله اعلم، انا مش عارف بصراحه. انا عن نفسي ما باخدش فلوس من امبابه. الله يبارك لك. طيب خليني اقول لك، لو في ضايق في منطقه تانية وحد نفسه يبقى محمد رجب نجم فرحه وفعلا قال لك انا ما عنديش فلوس ادفع اجر محمد رجب كفنان، ممكن تنفذ؟ ممكن جدا. ممكن جدا. وابقى اسعد يعني اليوم ده اروح حسيت ان انا واخد احسن قبض في العالم كله. مش كلام تلفزيونات يا رجب ده. بص كنت بغني في فين، كنا في مش عارف في البحيره ولا كفر الشيخ، ست كبيره كده طلبت مني حاجه كده، ست كبيره تقوم من على الكرسي تقول لك انا نفسي مش عارف اسمع يعني دعوه حلوه الستر. بنبقى خلي بالك ممكن دعوه ام، دعوه ست كبيره اذا كانت تشيل من عندي حادثه على طريق، ما احنا خلي بالك صحيح شغلنا كله سفر. طبعا دعوه حلوه تعود لك تشيل من عندك حادثه، تشيل من عندك مش عارف صحيح. ايه صحيح. بقول لك اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، وانا بشوف ان من كبارات الوسط الفن الشعبي دلوقتي يعني، ومش كبير في السن لا سمح الله، انت كبير مقام وكبير تاريخ، الفنان اشرف الشريعي. اهلا بيك. حضرتك وطي التلفزيون يا استاذ اشرف. انا بعشقه خلي بالك. ما انا نفسي وطي التلفزيون عشان عشان المصحف بعشقه. استاذ اشرف. الو. الو. مساء الخير يا استاذ اشرف. الو. انا سامعينك. الو. مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ مساء الخير يا استاذ اشرف، منورنا. وحشني جدا والله. بحضرتك والله، وعايز اقول لك البرنامج ما بيبقاش ليه طعم لو انت مش معانا لا في مداخله او في لقاء.
الله يخليك يا استاذ محمد. معايا صوت مهم جدا في الاغنيه الشعبيه، الفنان محمد رجب، وفرحان كمان جدا ان انت النهارده معانا في الاوضه. ده طبعا جدا نجم كبير و الفنانين اللي الفنانين اللي بيتأخروا الفنانين الجيدين جدا والله. يعني عارف انا من الناس اللي بحبه جدا جدا. ربنا يحرمنيش منك، انت النجم كبير وخطواته سليمه والله العظيم. بحب صوته جدا، وبعدين هو مجتهد جدا، وبعدين الميزه اللي فيه ان هو دايما على طول بيعمل جديد وبيشتغل على نفسه وبيعمل على طول حاجات جديده، فاهم؟ انا بحب الحاجات دي بصراحه يعني. طيب قول لي يا استاذ اشرف، الفنان محمد رجب وهو ما شاء الله بقاله في الوسط الفني فتره طويله، هل يا ترى انت شايف الخطوات اللي ماشي عليها دي خطوات سليمه جدا لمطرب يعني ماشي بخطوات نجاح؟ لا، انا شايف ان هو وصل في فتره كويسه جدا واسمه سمع، والموضوع موجود ان في مطرب اسمه محمد رجب. لا، معروف ان في مطرب اسمه محمد رجب فموجود. وبعدين انا بقول لك ان هو من النوعيه اللي هو بيشتغل كتير، يعني بيشتغل على نفسه كتير، بس هو دائما وراجل بيستنى يعمل للناس حاجه جديده، يعني يقول للناس حاجه غير اللي قالها المره اللي فاتت، فاهمني؟ صحيح. بس ده بيبقى الوقت اللي هو. طيب حضرتك يا استاذ اشرف، ما فيش جديد عندك؟ ما فيش ان شاء الله قريبا حاجه في الشتاء كده تسمعنا؟ بحبه جدا، اغنيه شتويه. صوته دافي جدا. صوته دافي طبعا. والله انا يعني ايه؟ لا احنا ما اتكلمناش. لا انا اللي بقول، انا اللي بحب محمد رجب بيقول بيحب اغانيك قوي، بيحب جداً صوتك كمان شتوي قوي جدا. شتوي وصيفي وجميل، صوته حنين. الاستاذ محمد رجب والله العظيم ده انا عارف، يعني عارف حاجه جميله والله. انا بفرح كمان لما اشوف. بعدين عارف يعني محمد من الناس اللي البشوشه اللي هو انت تشوفها تتبسط، انت فاهم؟ ربنا ما يحرمني منك. يعني تشوفها تتبسط انك شفته. طب استاذ اشرف، عندك اغنيه جديده او عمل فني جديد ان شاء الله في الفتره الجايه ممكن نشوفه لك؟ والله انا بجهز دلوقتي غنوه جديده يعني اليومين الجايين دولت، وربنا يوفق يعني. انتاج مين يا فندم؟ ما انت عارف يا استاذ محمد مفيش حد بينتج لحد، انتاجها يا عم. في حد بينتج انتاجه وعلى فكره برضه. طب وانت هتفضل تصرف كده يا استاذ اشرف كتير؟ طب ما هو يعني اتوقف خالص يا استاذ محمد خالص عشان حضرتك. عشان حضرتك تتبسط. ما لقيتش حد اتوقف خالص. قول لي اتوقف خالص عشان انت تتبسط. لا لا، ازاي اتوقف؟ ده نجم كبير والله العظيم يا استاذ اشرف. وانا شايف بامانه ان هو ما خدش حقه، يعني لغايه دلوقتي انا شايف ان هو يعني يستاهل اكتر من كده يا فندم. ده ما شاء الله ما شاء الله، اغنيه نار ايد وكلام الحق وارض النفاق. انا زعلان منك يا دنيا، انا زعلان قوي، عذبتيني كتير يا دنيا وجرحك كان قوي. قتلت الناس اللي انا حبيتهم وحكمت عليا فرقتهم، ولا هونت عليا غيبتهم وجرحك كان قوي. ولا عمرك طبطبت عليا ولا منك شفت انا حنية. بص وحش وحش اقسم بالله. بقول لك ايه يا استاذ اشرف؟ الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. يعني عايزين ناخد بقى بعد اذن حضرتك قرار بالفتره الجايه ان شاء الله، احنا هنعمل جمعيه بيرقصها وحش الاغنيه الشعبيه فريد شوقي الفنان اشرف الشريعي. والجمعيه دي والجمعيه دي يا فندم انا ابقى المساعد بتاعك، اي حد هيغني الاغنيه بتاعتك في اي فرح اخد ربع الاجر. عشان تبقى عارف، عشان الاغنيه بتاعتك بيغنوها في الافراح في كل الاقاليم. ايوه ده على فكره حاجه تبسطه جدا. لا هناخد فلوس من اللي يعمل كده والله، حاجه تبسطه جدا. استاذ اشرف احنا ان شاء الله عايزين نلتقي بحضرتك قريب، وعايزك دلوقتي تقول لنا مبروك مصر البلد 2، مصر البلد 2. انا طبعا مبسوط جدا جدا جدا، وبقول يعني الف الف مبروك لمصر البلد 2، القناه اللي هتمتعنا. وانا سمعت من حضرتك امبارح ان هيبقى فيها برامج فنيه وبرامج ترفيهيه وحاجات جميله جدا للناس، ويا رب كل الناس تجيب التردد بتاعها ويتفرجوا عليها، لان هي قناه مهمه جدا جدا جدا. وهيبقى فيها اشرف الشريعي. لا ان شاء الله اشرف الشريعي. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه امبارح بس انا ما اشرف الشريعي، انت ان شاء الله تبقى شريكي في برنامجي الجديد بقى على مصر البلد 2، يعمل برنامج فني وانت تبقى مذيع قصادي ونقعد نضيق في بعض بقى. الله يخليك يا استاذ محمد، ده من ذوق حضرتك يا باشا. بقول لك نضيق في بعض. كنت عايز اقول لحاجه امبارح في البرنامج بس انا ما ساعدنيش الحظ، في متصل جالك امبارح
وقال على موضوع يعني امبارح استاذ خالد الناقد الفني الاستاذ خالد كمال. لا مش الناقد الفني، مش موضوع فني خالص، الراجل اللي هو توفى على الطريق اللي هو بتاع اسيوط دوت او حاجه زي كده. تمام يا فندم. حتى انا عايز انوه بس حضرتك يا استاذ محمد ان الطريق دوت اللي هو طريق الجيش ده فعلا كله عصابات، من اول مثلا بوابه حلوان ما فيش ولا نور يعني ايه يعني. من اول بوابه حلوان لحد يعني كل بوابه بتلاقيها من بوابه لبوابه ده كله عصابات، فاللي ما بتلحقش في حته بتلحق في التانيه. احنا بنتعب اصلا في السفر واحنا رايحين الصعيد، ولا بنزيمه ولا نور ولا شبكه ولا اي حاجه. ارجو من حضرتك، انت عارف يا حضرتك لو فرد الكاوتش ضربت او عربيتك عطلت انت في حكم الوفاه، انت ثلاث ايام بابا ما حد يجي لك من القاهره او اي حته تعتبر اتوفيت يعني. لا لا هنطلب يعني بيقولك بيقولوا كده يعني. هنطلب من يعني من وزاره النقل، ونطلب كمان من اداره المنافذ وكمان وزاره الداخليه توفير كمان مساحات ضخمه جدا جدا من الخدمات. هنطلب خدمات، عايزين مساحات ضخمه، عايزين نور بس على الطريق ده وشبكه. حاضر. حاجه تانية؟ بس شكرا استاذ محمد، انتوا احلاموا وانا عنايا ليكم. اشكرك يا استاذ محمد، اشكرك. احنا ده عشاننا طبعا، عشان انت بتوصل للناس اللي حاضر المطالب بتاعت الناس يعني. انا يا تحت امرك وانا في خدمه حضرتك وفي خدمه اهالينا هناك. هنطالب بشكرك وانا سعيد جدا جدا بلقائك وبلقاء الاستاذ محمد. تحياتي جدا ليك الفنان المحترم اشرف الشريعي. الفنان اشرف الشريعي طبعا تاريخ كبير جميل، وطلب كمان خدمات على الطريق، فيبقى التاريخ كبير كمان يطلب خدمات كده يا استاذ اشرف كتير، وهتشاركني ان شاء الله في البرنامج الجديد كده كتير يا راجل. عايز اسمع منك اغنيه. قول. مش هتغني؟ هغني. لا احنا جايين نغني. العشق اصله بلا، بس انا عايزك تقعد بقى تسلطني كده حاجه ثلاث ايام كده. انا حاجه ثلاث ايام كده اقعد ساكت انا ثلاث ايام وانت تغني لي العشق بتاعنا محمود الليسي ده. طيب، وطبعا دي فنان محمود الليسي غناها، والفنان محمد رجب هيغنيها، وان شاء الله مصر كلها تغنيها، بس طالما بتبسطنا ارجوك سمعنا. العشق اصله بلا، بس الحب منه في يوم ميلاد الحبيب النبي قال يا ديته شوفيه، كشفت عليه دايته لقيت العلامة فيه، لما سأل مين هيسقي سيدنا النبي سمع ان ده من العلالي، قال يا حليم اسقي مدام صدر امر ربك لابد النفاذ فيه، خالف هوى النفس والشيطان ما تطوعوش، اترك صليط الطمع مجمى دريت متحوش، ابليس عدوك ابليس عدوك في ساعة الشر ما تطوعوش، يا مناس راحوا على باب سيدنا النبي ولا تشافوهوش، اخدوا التجارة شطارة عميت بصائرهم وساعة الامضى ما استنوش، مسكين ياللي شبابك راح، مسكين ياللي شبابك راح ولا دربتوش، الشقة تاخدوا الحديد والكبر ما تركتوش، فطرة رمضان عمدا ليه ولا صمتوش، حتى فرض الكريم يا صاحبي ليه ما صلتوش، ياللي دخلت الحما اوعى تكون مغشوش، جنة ربنا حرير سندسي اخضر كده مفروش، للي سمع كلام الناس الطيبين وعمل لنا تروش. ايه؟ عايز نكمل ولا ايه يا غزل؟ اتفضل كمل تاني. مفيش تاني؟ لا فيها تاني والله. خلص دور لي على حاجه في حب سيدنا النبي تاني، انا ماليش دعوه. احنا النهارده يا جماعه ما صدقنا صوت بقى يسلطنا وحاجه تحرك مشاعرنا وقلوبنا وناخد نفحه
دي نفحة جميلة يا رجب، ما تقول لنا ايه؟ في موضوع مجنن الناس حتى في اللايف لما بغنيه. ايه بقى؟ هو هيجننك انت كمان لما اغنيه لك، بس ايه، هو في نصيحة يعني في الاخر، في نصيحة. ماشي. بص، هو الموضوع ايه؟ بيدور في ايه؟ في بين قصة. بيقول ايه؟ الليلة ساعة صفا والحظ يجمعنا، الليلة ساعة صفا والحظ يجمعنا، ما تصلي على المصطفى يا اللي انت سامعنا. يا قايل الاه قول الاه تلاتة اربعة وسمعني الاه، وكل اه ولي جمعنا في اه نقولها نغم واه بتوجعنا. الفايدة مش في الكلام، ده للكلام معنى. هقول لك حكاية عجب بس افهم المعنى. حب مشي الغوازي انا واكره الفقرا، واحب اعيش في الظلام ولا اعيش في القمرة، واحب اسكر كتير انا واشرب الخمرة، واللي يفسر لي دول اختم له بالعشرة. احب مشي الغوازي والغوازي جمع غزاة، والغزاة هم المجاهدين في سبيل الله. انا واكرج الفقرة، الفقر مش عيب، لكن البلوى لو تكون في الدين. قعد الهوى قال لي قضيتك محكمة، يلزم لها شاهدين، شاهد يكون عادل والتاني ينظر ولو بالعين. انا قلت شهودي اولاد بنت النبي، بنت النبي حسن والتاني حسين، من يوم ما مدحت النبي، من يوم ما مدحت النبي وانا لم تجدني عين. يا ربي لاجل النبي، يا ربي لاجل النبي تستر علينا جميعا دنيا ودين. الله اكبر. الموضوع ده بيجنن بقى ناس الفرح. الموضوع ده جنني، وخلي بالك انا مش عايز اتكلم بعدها، يعني عارف انت بعد ما تخلص حاجه تقعد ساكت شويه. جميله. هم بقى بيتجننوا اول ما بقول بحب مشي الغوازي، يقول لك ايه ده؟ ده اللي قبل. فبعدين احب مشي الغوازي والغوازي جمع غزاة، فبتجي بقى كده بتبقى عاجبه الناس جدا. ما ده فيش من الاول. معايا الاستاذ عيد. الو. يا ابني يا جيجي عيد الصوت ده. الو. 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 ايوه يا استاذ عيد اتفضل. مساء الخير يا باشا. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، وطي التلفزيون يا فندم من فضلك. ماشي يا فندم. انا بحيي بمسي على حضرتك. الو. سامعك والله. ها يا فندم. اتفضل. وعلى الاستاذ محمد رجب. مساء الفل. وعلى البرنامج الجميل بتاع حضرتك، وانت راجل محترم. بشكرك جدا. واحنا بنحيي الاستاذ محمد وبنحبه، لان هو كان نزل ملاوي عندنا قبل كده، وهو انسان فعلا ويستاهل كل التقدير، وربنا يكرمه يا رب ويكون له حظ ان شاء الله. وهو على فكره بيبقى كويس خالص في اللي هي الانشده دي اللي هي الدينيه، صوته رايق جدا وحنجره ما شاء الله عليه يعني. واحنا بنحبه، الصعيد بيحبه عامه، وبيحيي الاستاذ محمد. الصعيد بلد الرجاله. وبنتمنى له ان شاء الله كده مستقبل جميل، لان هو انسان جميل. ويعني مش عارف اقول ايه، يعني هو انسان جميل صحيح يعني، ومشاعره جميله وراجل محترم. وشرفنا قبل كده عمل لنا ليله في ملاوي، واحنا من الناس اللي بنحبه، الصعيد كله يحب الاستاذ محمد رجب، وبنتمنى له حظ سعيد ان شاء الله. احنا بنعشق التراب اللي يمشي عليه. الاستاذ عيد صاحبه حبيبه، هيمسي عليه اهو، لان انا ابو زياد. اتفضل يا فندم. كنت قابلته مع الاستاذ عيد، والاستاذ عيد هيتمتع على الاستاذ محمد فضل. رجب اهو، اللي هو الاستاذ عيد المصري بتاع ملاوي. اتفضل.
مساء الفل يا نجم مصر. مساء الفل يا باشا. بنحيي النجم محمد رجب طبعا، وبنحيي البرنامج الجميل بتاعكم. احنا اللي بنحيي الصعيد بلد الرجاله. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. انتوا على دماغنا والله. ومستنيين على محمد رجب من زمان، ادينا كتير ما سمعناش. احنا خلاص سجلنا وهننزل لكم الاغنيه الجديده ان شاء الله باذن الله. خلاص داخلين نصور اهوت وهننزلها لكم باذن الله. احنا بنسمع لك حافظ صعيد كده محمد رجب، وعايزين نسمعك كده وتنزل عندنا كده، عايزين نشوفك في التلفزيون اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكرك جدا جدا، وبنشكر اهالينا في الصعيد، وهم عارفين يعني كل حد بيجي في بكل جراءة او بيشتغل في بكل جراءة او ليه علاقة بكل جراءة بيعشق تراب صعيد مصر طبعا. وكمان محافظاتنا البحري كلها على راسي، انا بحبهم جدا. رجب، كلمة اخيرة لجمهورك، تقول لهم رسالة، تقول لهم كل تأخيرة في اخيرة، تقول لهم معلش اللي جاي افضل، اللي جاي احسن، تقول لهم انا صبرت عشان اعمل لكم حاجة، قول لهم اللي انت بتفكر فيه. وبعد ما تقول لهم كلمتك انا هقول لك حاجه كمان. الله، يعني مش عارف اقول لهم ايه يعني. لا يعني قول لهم يعني قول لهم سبب، قول لهم اعتذار عن تاخيرك، عن تاخير الاغنيه، عن انك انت اتاخرت علينا، قول لهم. هو مش تاخير بالظبط، هو يعني ما هو انا لو كل شويه زي ما انا قلت في الاول هنزل كل حاجه، هنقدر كل يوم ننزل حاجه، بس هو انا عايز انزل لهم حاجه هم لما يسمعوها هيتبسطوا، يفتكروا محمد رجب بتاع الخاطيه ده عمل يا شد شد، ده عمل حد ده تستفادها. مين فينا مش حواليه كدابين كتير؟ يا خبر ابيض. طيب مين فينا لما وقع الناس ما يعني ما دبحتوش ما يعني. تعال ناخد راي المعجباني من بابا كده في الحكايه دي. المعجباني جمعنا. كان نفسي اخد رايك يا معجباني، معلش ارجع اتصل بينا تاني. طيب خليني اقول لك يا محمد، انت معاك حق. مين فينا ما حولهوش، ما فيش حواليه ناس كدابه، ناس افاقه، ناس بتضحك عليك، ناس بتقول لك في وشك كلام وفي ظهرك كلام. مين لما الدنيا جت على محمد رجب مثلا، يعني مش بقصد انت، مش ولا مثلا محمد رجب الدنيا جت عليه، لما محمد رجب ما هو زي الناس جت عليه، هم الناس. هل يا ترى الناس كانت بيتكلموا بنفس عدد المكالمات اللي بيتكلموا؟ هل يا ترى كانوا كل يوم بيطمنوا عليه زمان وقت ما كانت الدنيا مدغدغه، ودلوقتي لما اتاخر شويه في نزول اغنيه او الدنيا اتزحمت عليه فاستخبوا؟ مشكلتنا بس كلنا. بس حاجه بتفرحني قوي، بتبين الشده، بتبين الشده جدا، وزي ما يقولوا بالبلدي الغربال بتاعك بتهزه كده، فانت لما بتهزه بتطلع الكام حاجه النظيفه اللي فيه. وبعدين في حاجه كمان، لما بننزل حاجه يعني لما نخش على الصفحه عندي تلاقي مثلا 800 900 واحد ولا 1000 واحد معلق لك على الفيسبوك ان الاغنيه حلوه، وده بياخد كلمتين منهم يكتبهم لك، وده واحد بياخد كلمتين، فده نجاح في حد ذاته. بس عايز اقول لك المحبط ايه بقى؟ المحبط، وبقول لكل اللي بيشوفونا برضو وانا بعتبر نفسي واحد منكم، يعني ان حضرتك لما تحط الغربال في كل الناس وتغربل قوي عشان تطلع وتشوف الشده وقعت مين وخلت مين، المحبط قوي ان تلاقي الغربال بعدها فاضي خالص. فهل يا ترى عايش من غير ناس ولا خدهم على عيبهم؟ ناخد نوره ونشوف اتصال منها. اهلا وسهلا بيكي. وطي التلفزيون من فضلك. انا حضرتك وطي التلفزيون من فضلك. طيب الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك فن. وطي التلفزيون بعد اذنك. انا وطيه والله. مرة احنا بنسمع الكلام ده ازاي؟ ايه؟ اتفضلي يا فندم، انت على الهواء. ايوه، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا كنت بس عايزه اتكلم على محمد رجب. اهو مع حضرتك، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ اتشرفنا بمكالمتك وربنا. انت فاكرني؟ لا مش فاكرك، كريم. انا جارتك اللي احنا في المبابة. اخت كريم. على دماغنا ده، يعني من امبابه يا عم، يعني حاسب بقى. بس اتخضيت شويه. ما تخضش كده، حاسب. انت اتخضيت شويه. امبابه؟ لا والله. لا والله. امبابه دي على دماغنا. استاذه نوره، انت بتسمعي اغاني ايه معينه لمحمد رجب بتحبها له؟ لا لا، ده انسان كويس خالص. صحيح. ومحترم والله، واحنا كلنا بنعزه والله. بشكرك جدا يا استاذه نوره، وكمان محمد رجب بيحب كل واحد عدى على امبابه، مش قاعد جواها وساكن جواها، اي حد في امبابه محمد رجب
مش طبعا ان احنا نسينا امير سامي النهارده. المعجباني بقى المعجباني. هو امير سامي كان تعبان النهارده ما عرفش يجي معايا. تحياتي الامير سامي سبب والراجل اللي هندل لنا حلقتنا النهارده. الو يا استاذ معجباني، وطي التلفزيون يا استاذ معجباني. حبيبي ابو راجل. السلام عليكم. وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا حضرتك؟ معاك يا قلب، كلنا معاك. معايا حضرتك استاذ محمد. احنا معاك يا حبيب قلبي، اتفضل. بحيي اخويا محمد رجب. ربنا يخليك يا معجباني قلبي. حبيبي. بحيي اخويا محمد رجب اللي مشرف الدوله كلها. انت اخويا يا معجباني، ما تحرمش منك. حبيبي. بحيي اخويا امير سامي ابو غالي. اللي دور الشطر. استاذ محمد سامي. لا ده استاذ محمد سامي. لا طبعا هو مش سامعنا اصلا. وقع الراجل معايا ليه؟ انا حتى لو ما حيانيش كفايه انه اتصل على برنامجنا. طبعا هو جاي عندك يا عم. انا بحيي حضرتك طبعا استاذ محمد سامي كل ده. على راسي على راسي طبعا. على راسي يا معجباني، ما تحرمش منك حبيب قلب. بشكرك جدا بشكرك جدا، وتحيه من القلب لكل اهالينا في امبابه، وتحيه الامير غالي امير سامي ابو غالي، بقول له يعني الف سلامه عليك. والديزل واصحابنا كلهم. الفنان محمود الليسي يعني بنحاول نكلمه، واضح ان هو كان عنده فرح او مناسبه، فكان هو طلب المداخله لما عرف ان محمد رجب معايا. قال لي لازم اكلم اخ كبير ليا. هو طلبني على تليفوني والله قبل الهوا، قال لي عايز اكلم محمد رجب. وحبيبي وقلبي. بقول لكل الناس محمد رجب جاي بجديد، رغم ان محمد رجب موجود معانا. اول ما هتنزل الاغنيه انا اول واحده اعرضها، لو فيها مشكله اول واحده ابقى ضدها. يا ريت لو فيها مشكله. والله هقف. والله ما فيها مشكله. والله لا اقف ضدك. انت عايز تقف ضدي وخلاص؟ لا يعني لو لقيت فيها حاجه. لو لقيت فيها حاجه. لكن محمد رجب ما شاء الله ملتزم، ملتزم جدا، عارف يعني ايه، عنده ولاد وعنده بنات وعنده اسره ومتربي، وعارفين الناس اللي متربيه على طبليه باباهم دي بيبقوا عارفين في الاصول قوي، فمحمد رجب من الناس دي، وانا متاكد انه يعمل حاجه تليق بينا. عايز بقى عشان نختم بقى، عشان نقول لمشاهدينا في كل مكان تصبحوا على خير، عايز اغنيه كده اما انشاد او ابتهال، لو في تاني عندك يبقى كتر خير. عندك ولا ما عندك؟ ماشي هنشوف كده هنجيب. لا شوف دلوقتي على ما انا اتكلم انت كنت بتتكلم. طب قول لي بس انت عايز ايه وانا هقول. عايز ابتهال، انشاد، حاجه تجمعنا، حاجه تنفحه كده، تعرف انت تخلينا ننام كده واحنا راضيين، حاجه لها علاقه بحب سيدنا النبي، حاجه لها علاقه لا اله الا الله، حاجه كده يعني ابتهال. انا اللي هقول لك يعني ايه. كنت عامل دعاء في رمضان كان حلو برضو في اصل الدعاء بتاع رمضان ده بيبقى 16 ثانيه وبسرعه بيخلص كده، ما اعرفش ليه ما فيش 3 دقائق دعاء. ما احنا بعد كده نعمله طويل، بس نعمله 3 دقائق و4 دقائق دلوقتي. بقول عايز ابتهال دلوقتي. هيلاقي يا جماعه، ولغايه ما يلاقي. انا عايز اقول لكل حد بيشوفنا، والله اي حد بعت لنا مشكله في رقبتنا، الولد الشقي باعت يقول لمحمد رجب منور النجم اللي على قديمه، وبيقول ان الاستاذ اشرف الشريعي كمان مع حق في موضوع الشارع او الطريق اللي ما فيهوش نور ولا خدمات، وبيطالب كمان هو كمان بالخدمات. بقول لكل واحد فينا عنده مشكلة، أو كل واحد مننا عنده مشكلة، مشكلتك إن شاء الله ربنا يقدرنا ونحلها. يوم الحد الجاي كمان هيبقى معانا مجموعة من الاستغاثات اشتغلنا عليها خلاص فعلا، والحمد لله وصلنا الحل. أنا هنزل كل المستشفيات، ومش هنزل بلبسي ده، هتنكر عشان أخش أصور وأشوف وأقابل. أظن ده حقي، حق المواطن عليا إن أنا أنزل أجيب له حقه، أعرض المشكلة وأحطها قدام المسؤول عشان المسؤول يحلها. أظن ده حق طبيعي جدا. جهزت للانتهاء ولا نمشي؟ يلا جهزنا؟ لا كل طيب حاجة. استنونا في حلقة جديدة إن شاء الله لحد الجاي. بشكر كل فريق عمل برنامجنا بكل جراءة. هنسمع محمد رجب، وبعدها أسبوع على خير، ونشوفكم يوم الحد الجاي. دار برضاك برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاك برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاك برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاك. خلقت صوتي ويدك، صورت أعضاك، أبلغ بصوتي يا
انا اجيك ولما تستمع شكوى كده. تمام انا كده خليت توجعت من الرؤيه. تصبح على خير.